نتائج قرعه دوري ابطال اوروبا والتوقعات ديالي لكل مباراه. اجريت اليوم نتائج القرعه ديال دوري ابطال اوروبا، اعطتنا مجموعه من المباريات، مباريات منها سهله، مباريات عاديه، كاينه مباريات معقده، مباريات اللي تقريبا عطانا جوج ديال الماتشات اللي هما صعاب شي شويه واللي فيهم الاثاره وفيهم التشويق واللي صعاب التكهن ديالهم حتى لثلاثه المباريات. اما باقي المباريات فيمكن محسومه من الاول على الورق، يعني مباراه سهله، وهذا عادي جدا لان الاتحاد الاوروبي فانه من طبيعه الحال انه غادي يبغي يدير مباريات اللي تكون في المتناول ديال اللعبه، المتناول ديال انها تكون متوازنه، فرق سهله وفرق كبيره، باش تكون اللعبه ممتعه وتمشي في النسق ديال كره القدم، لان بزاف ديال الحوايج كتلعب صالح هاد الاشياء هادي. المهم بالنسبه للمباريات غادي نقراو كل مباراه على حده. غادي نبداو مباراه الارسنال ضد بورتو البرتغالي. ارسنال فريق ممتع، فريق كيأدي كره جميله مع ميكيل ارتيتا، الا ان ارتيتا يجب عليه الحذر من بورتو. هذا بورتو هو الفريق الفخ في ابطال اوروبا، لان الفريق كيعرف كيفاش يدافع، فريق كيقول لك الا بغيتي تشد الكره خذ كره، هو كيرجع اللور كيلعب كره بلاتي عليه بالعقل بالدفاع، دائما كيكون مشاكس، دائما ما يصل لهذه الادوار في دوري ابطال اوروبا. يعني بورتو على ارسنال انه يجب الحيطه والحذر من بورتو، لان بورتو ماشي ذاك الفريق السهل، فريق اللي يمكن انه يخلق مشاكل للارسنال. ارسنال فريق صراحه كيأدي كره جميله خاصه هذا الموسم، كتعرفوا هو الاولى في الترتيب الدوري الانجليزي حتى الان. مواجهه ان شاء الله الاسبوع المقبل مع ليفربول، هو المرتبه الاولى وفايت ليفربول بنقطه واحده. اما بورتو فكيحتل المرتبه الثالثه في الدوري البرتغالي خلف بنفيكا وسبورتينغ لشبونه، ولكن المواجهه غتكون صعبه، وانا توقعي هو فوز الارسنال والمرور للدور الربع النهائي. اما بالنسبه للمباراه الثانيه، مباراه بروسيا دورتموند ضد بيس في اندهوفن الهولندي. بروسيا دورتموند كما شفتوا خرجت من مجموعه صعبه، مجموعه رائعه، مجموعه اللي خلقت الاثاره والتشويق في دوري ابطال اوروبا، يعني دازت بواحد المجهود كبير، خاصه انها واجهت فرق تقريبا بنفس العيار ديالها، بنفس المستوى ديالها، واجهت اسي ميلان، واجهت باريس سان جيرمان الفرنسي، وواجهت نيوكاستل الانجليزي. دازت هي الاولى ب 10 ديال النقاط مع باريس سان جيرمان، لان باريس سان جيرمان بحكم مواجهه مباشره مع الميلان، رغم انها دازت عندها 8 نقاط والميلان عندها 8 نقاط، ولكن الميلان مشات للاتحاد كاس الاتحاد الاوروبي، اما باريس سان جيرمان داز كمرتبه ثانيه. ولكن في اطار المواجهه ديال بيس في اندهوفن وبروسيا دورتموند، فكنقول ان بيس في اندهوفن الهولندي كان في المجموعه ديال الارسنال واشبيليا ولانس، مجموعه كانت عاديه جدا، يعني فيها فرق اشبيليا اللي فريق كبير صراحه كنحترمه لانه كيمشي بعيد في الدوري الاوروبي خاصه في كاس الاتحاد، ولكن هذه المره خرج بخوفي حنين. اما بالنسبه للمباراه ديال بيس في اندهوفن بروسيا دورتموند، مواجهه غتكون صعبه، خاصه ان المواجهات الاولى غتكون على اراضي ديال الناس ولا الفرق اللي طلعوا من الثانيه، طلعوا من المرتبه الثانيه، يعني بحال دابا بيس في اندهوفن هي اللي غادي تستقبل في هولندا، وغادي يمشيو لالمانيا باش تلعبوا الماتش ديال الروتور مع بروسيا دورتموند. داكشي علاش كنرشح انا بروسيا دورتموند باش تدوز للدور الربع النهائي. اما بالنسبه للمواجهه الاخرى هي مواجهه بايرن ميونخ لاتسيو روما الايطالي. بايرن ميونخ البافاري العملاق الاليانز ارينا الكبير ديال المانيا، ما يمكننا الا نقولوا عليه هذا الموسم خاصه دابا هو الكبير صراحه لا في اوروبا ولا في المانيا، ولكن في هذه الفتره وهذا البيرود هذه كيمر بواحد المراحل اللي هي صعيبه وصعيبه بزاف، اللي ما كيأديش بشكل جيد في الدوري الالماني، رغم انه كيحتل المركز الثاني خلف ليفركوزن، ولكن كيبقى صعب. يعني المواجهه ديال لازيو روما كنظن في المتناول، لان لازيو روما كيحتل المركز رقم 11 في الدوري الايطالي. لازيو روما هذا الموسم فريق كيأدي بشكل جيد، ولكن ماشي شي مستوى اللي كبير. كنظن مواجهه في متناول البايرن ميونخ، وكتوقع ان البايرن ميونخ هي اللي غدوز للدور للربع النهائي. اما بالنسبه لمواجهات
الانتر ميلان واتلتيكو مدريد، هذه من المواجهات اللي صعيبه اللي يصعب على اي واحد يتكهن بشكون غادي يدوز، لان المباراه متكافئه مباراة متوازنه. انا بالنسبه للراي ديالي لان غادي يكون الاستقبال في ايطاليا بالنسبه للانتر ميلان، والروتور غادي يكون في اتلتيكو مدريد واندا ميتروبوليتانو. المهم بالنسبه للتوقع ديالي هو فوز اتلتيكو مدريد والمرور للدور الثاني. اما بالنسبه لمواجهه برشلونه نابولي، هذه المواجهه اللي معقده بالنسبه لفريق برشلونه. علاش معقده؟ لان برشلونه يمر بفتره حرجه هذه المره، لان نابولي كتمر بواحد الفتره اللي ماشي طلائعيه، ولكن برشلونه بحكم النتائج اللي كيحقق دابا فهو في وضعيه مقلقه شيئا ما. ولكن ما كنساوش ان من واحد العامين ان كنلعبوا في كاس الاتحاد، وان برشلونه حقق الفوز دور اخر على نابولي اللي كان فاز تما في مارادونا في ملعب مارادونا على نابولي ب 4-1. يعني برشلونه عنده احقيه باش يفوز بهذا، عنده احقيه باش يفوز بهذه المباراه. ما برشلونه انه كيمر بظروف صعبه، الا ان الثقه ديال تشافي في اللاعبين ديالو، عنده اسماء مميزه لامعه يعني على ارض الملعب. لو تكون الفعاليه واستثمار الفرص فبرشلونه هو الاحق. وبالنسبه للتوقع ديالي ان برشلونه هو اللي غادي يفوز وغادي يمر للدور الرابع. اما بالنسبه لمواجهه ريال مدريد لايبسيش، هذه مواجهه صعبه، مواجهه بالنسبه على الورق ان ريال مدريد هو اللي غادي يفوز، ولكن لايبسيش فريق كبير، فريق يحتل المركز الثالث في الدوري الالماني، يقدر يلعب الكره الحديثه، يقدر يخلق متاعب ريال مدريد، خاصه انه غيلعب المباراه الاولى في المانيا، ولكن روتور غادي يكون في مدريد. وعلى اعتقادي وتوقعي ان ريال مدريد هو اللي غادي يدوز للدور الربع النهائي. بقات لنا مواجهه ديال باريس سان جيرمان ريال سوسيداد، هذه مواجهه اللي صعبه شيئا مع الفريقين، ولكن بحكم التجربه باريس سان جيرمان كيملك تجربه كبيره على ريال سوسيداد. ريال سوسيداد فريق اللي كيأدي بشكل كبير في اسبانيا، ولكن بالنسبه لتوقعي باريس سان جيرمان هو اللي غادي يدوز للدور الربع النهائي. المهم الاخوان، نتوما كيفاش كتشرش بانتكم نتائج القرعه؟ لمن كتعطيو التوقعات ديالكم بالنسبه للمرور للدور الاخر؟ كيفاش جاتكم المواجهات؟ هل هي متوازنه ولا سهله ولا معقده بالنسبه للفرق؟ المهم الراي ديالكم كيهمنا. ما تنساوش دعمونا بلايك سبسكرايب، تخليونا الاراء ديالكم في لي كومونتير، دائما معكم، خليو الاراء، دعمونا بلايك سبسكرايب. جيم تهلاو.